اسمك ايه؟ فعلا الاجابة صحيحة. السؤال اللي جاي لسنة ستة، لأن سنة خمسة تقريبا نايمين خالص. السؤال اللي جاي سنة خمسة ستة، بيقول لي عايزين أكبر عدد غير موجب، أكبر عدد صحيح غير موجب. ارجع ارجع أنا كنت إيه؟ أكبر عدد صحيح غير موجب. عايزين أكبر عدد غير موجب. مكان تفاعل تعافى. أنا عايز أكبر عدد غير موجب. كمان مرة. اتفضل هنا ترجع. إجابة صحيحة عظيمة. سؤال تاني برضه في سنة ثالثة. عايزين أصغر عدد صحيح غير موجب. ارجع. ارجع. ابعتوا لي يا بنت ما ينفعش ابعت لي بنت من عندك ولا أصغر. بنت من سنة ثالثة. عايزين أصغر عدد صحيح غير موجب. أنا بسمع أنا. مفيش بنت. تعالى يا جماعة. تاني قولي تاني. الإجابة مظبوطة رامي إجابة الجايزة مرتاحة. كده أسئلة الابتدائي معانا خلصت هنبدأ مسائل الأهداف. لا 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 العدد السؤال الأولي الإعدادي العدد 150,000 عايزين نحطه على صورة قياسية. عايزين نحط ال 150,000 صورة قياسية. يا جدعان السؤال اللي جاي وعايزين بنت برضه متوازي الله احدى زواياه قائمة يكون عايزين بنت بنت من سنة أولى أولى إعدادي من مسافة من مسافة تعالى من لو كنت بأمس من متوازي احدى زوايا قائمة يبقى منا عشان يبقى بتاع عدد ولا بتاع منا لا دي مقبول الإجابة جايزتك ما قلتها عامل السؤال اللي جاي تاني أعداد بس عايزين واحد يعني عنده جرأة إنه يتكلم قدام الموجودين فين كان الموجودين؟ يا عم استنى السؤال بس هو إما هاخدك يا أحمد إما هاخدك يا أحمد هتبقى أمير أنا استنى تعالى أمير أمير أشوف أمير أشوف أمير أمير أشوف كنت جاي كده فكر عايزينك تحللي سين أس 3 زائد 27 سين تكعيب زائد 27 سين أس 3 زائد 27 تعالي بس عايزين سين أس 3 زائد 27 الكوسين يبقى ايه؟ ايوه بص تاني لا 8 الا 5 يا إجابة سليمة جاهزة مع مساحة. سؤال للولاد سؤال للولاد وعايزين دولار تعالى دولار مربع مساحته 18 احسب طول كتر مربع مساحته 18 سنتيمتر مربع احسب طول كتر مساحته 18 هو ما هوش متوفق محمد اسامه ايه؟ يا مستر كام؟ ثلاثة محمد اسامه محمد اسامه ها؟ طب تعالى محمد خلاص طلع 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 ستة 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 مظبوط إجابة سليمة جايزتك مع الجامعة 10 كلمة بس طيب خلاص نكمل تالتة إن شاء الله المرة الجاية يا مستر مظبوط يا مستر
عشان الوقت بس يا جماعه، ان شاء الله مستقبلا هنكمل المسابقات. نشكر الاستاذ عاصم ونشكر فريق الاذاعه، شكرا.